اش بصح هادشي اللي داز عليا نسار. شوفي يا اسمختي، انتي ماشي ما مزيانش، انتي فريم معفونه ومهمله. الراجل راه ما كيبغيش المراه المعفونه واللي هامله راسها يلبس مزيان ونتهلا في راسي ونطيب لك الماكله ونصي. مالك عبد الغفور؟ عليك ما وحلاتي. شنو هو هادشي طيبتي لي انا؟ شنو راك ما بغات تجمع لي هادشي هذا؟ تكون عجينه رطبه ومدلوكه مزيان كيف ما كتشدو. يا ربي انا شنو درت مع هادشي؟ تبارك الله على الحاد كيف ما صار مسمن. اه يا ناري هذا راه بغرير ماشي مسمن. اغسلها. لا ما خويا ولا مراه واختي نديرو لي العكر وطاب ليا ونزيدوه. كي دايره وليدي وكدير مع الصحه؟ لا بس الحمد لله احنا معتها مال الوالد. قال لك المراه عندك مع اليفق شويه؟ الحمد لله اش غندير السلاك. وليدي بغيت نهضر معاك وانت دير مرتك ودير وليداتك. بغيتك تهضر يا وليدي، بغيتك نهار ديا ما توليت مريضه وليت حياتي شايفه راسي غادا نموت وما نشوفش عبدو ونشوف وليداتو مسكين ونشوف الوالده. ما تقوليش بحال ما كان راه عايش ونهضر مع راسي. انا بغيت يتزوج وبغيت يدير وليداتو ومستقبله، ولكن علاش غتقولي غنفرضوا عليه شي حاجه؟ فك وليدي تراك ما تخسرش ليا لما هضر مع خوك. شاطني بزاف ولا ما غنخليه شي نهار نموت وانتم قاعده تسوقوا قاعده تسوقوا حالاتكم وجمع لكم الله الشمل ولدك الدري مسكين. واش غنقول لك امي؟ انا غادي نمشي نهضر معاه وندير جهدي وما يكون انا خير ان شاء الله. واش بقيت تشبكي فحال ما كان؟ انا بغيتك تكوني صحيحه وتكون صحيحتك مزيانه باش الله يطول لك في عمرك وتبقاي معنا ديما ان شاء الله. حياني وليدي هذا العام حاسه براسي ماشي هي هذيك، ماشي بحال كل عام. انا غدا نزيد نرجع باللور ماشي بالقدام، ولكن تو راه بغيت نشوف مرتو ونشوف وليداتو ونشوف تانا قبل ما نموت. وان شاء الله امي يمشي يكون انا خير ان شاء الله وربي كبير دابا ييسر الله ويتزوج شاوه ويدير ما حالو ويكون الخير. شويه من عندي وشويه من عندك ونغلبوا فيه يتزوج. انا معاك الوالد، انا ندير جهدي كامل ان شاء الله. صافي وليدي غنوض نعمر وليدي واحد كويس ناسي وما بغاش نسخسخك. ها ابقى جالس. لا لا وليدي وليدي سخسخك راحه. انا مايضه وليدي. يا ربي تشافيك ليا وتخليك ليا ان شاء الله. وداك خويا تا هو يدير عقله ويمشي يتزوج. جيتي كبيتي. جيتي انا وليده. جيت نشوف توحشتك. الله يرضى عليك وليدي. انا كنبارك لها في الدار بوحدي كنقنط مره مره وبديت نشوفك شويه. كدير انت لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله وليدي. فاطمه الزهراء لاباس عليها؟ سعد. كلشي عانت اللي راك شاطرني. ايوا الحمد لله. علاش ما شطنك انا؟ علاش شطنك؟ مالك وليدي؟ الدار من البرد هما ماشي مريض. الله يا وليدي يا وليدي ما هي ديالك وليدي انا لا يضرك وليدي. دخل دخل. والموضوع ديال الزواج ثاني انا كنتسنى فيك عاد دخل غنبقى غنبقى عليك حتى انا مقيده لك البنت. عرفتي اش دير يا امي؟ انا منين مرت هاد المرضه عاد عرفت القيمه ديال المراه في الدار. الا كنت كانت شي بنت الناس اللي حادقه وبنت الناس اللي عارفاه عندي بنت الاصل غنتزوج بها. صافي وشكون هي الدريه ديال المقيده ليا؟ دخل نقول لك دخل بعدا كان الوقفه ديال الباب راه ماشي هضره. حبستك سمح لي يا وليدي.
صافي راه البرد راه واعر، خاصك تشوف طبيب ضروري. ويلا ما حنا خويا عبد، ولكن الحمد لله الصباح مادام دارت لي شي حسوه وشي زعتر وشي شوف. نفسني شويه والله. سعداتك بعدا انت اللي مزوج اخويا، انا ما مزوجش. علاش مالك اخويا؟ اخويا تنقول لك مراتي انا معفونه، انا هي معفونه ومسخه. والله خويا ما عرفتش شي حاجه كثار من هادشي هي المدام ديالي. شوف خويا هذا المدام راك عارف باقا صغيره شويه في اللاج. لا مسكينه يلاه مؤخرا تزوجت ودابا تبدل عليها الجو، تبدل عليها الجو وكانت عايشه مع دار وما صبر عليها وان شاء الله يكون الخير. اخويا اش نقول لك سفيه؟ انا راه عييت من صبر. والوالده الله يهديها بقات عليا تزوج في الاخر هي جابتها لي لا طياب لا حتى شي حاجه مقاده. وانا خويا سفيان ما نكذبش عليك عييت والله. شوف خويا عبدو الصبر حاول معاه بشويه بشويه، كل مره دخل لها فكره حاجه ودابا تعلمتها في يوتيوب راه كاين عيالات تبارك الله كيوليو داكشي ديال الطياب وديال الشقه استفد منهم فهمتش ولا لا؟ اش نقول لك اخويا سفيان؟ عبدي واخا تورا يوتيوب واخا تورا ما عرفتش شنو اللي مسخ راه مسخ كل الليل مابقاش ندوي عليها بزاف بحال هي كتبقى مراتي. اصبر معاها شوف دابا هيك الربعه هذه ياك وغنمشي للدار وغنلقاها باقا ناعسه وغنلقاها باقا ما دارت حتى شي حاجه. مايمكنش ما نظنش او الربعه باقي شي ناس دابا صاحبي. عييت اخويا اش عاد دير خابدو؟ مشاو للقهوه شربوا الشطاليان كيف ديما وديك الساعه اش من طاليان خليني نمشي نشوف روينتي بعدا يلاه عيط الخوادري غادي تجي عندي حيت بغيت نهضر مع هذا المشكل هذا. الوالده كنصور لها مابقاش باغا تجاوبني في التليفون. ومسافك حريرتك وغدا ان شاء الله نتلاقاو في الخدمه. الا سالي شويه بكري نقدر نعيطك ندوز عندك. صافي انا عاد عبد العالي صافي يلاه سالي يلاه تبارك الله عليك. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. أشريفة أشريفة أبا 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 أكادير هذا أنت نوضي 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 ما عرفتش باش قدرتي تنعسي في هاد الروينة هادي نوضي نوضي تقعدي نوضي وبعد مني خليني الناس تاش كاين شي نعاس مع الربعة ديال العشية عباد الله وشكون عباد الله ورا الربعة هادي الناس راه نعسو ومشاو خدمو وفاقو وانتي باقا خامرة شوف الروينة كي دايرة شوف عباد الله وخليني الناس خليني الناس الله يرحم لك الوالدين راه أنا منعش ليه كلو راه ليه كلو وأنا متبع واحد المسلسل ومنعش دابا بغيت نفهم أنايا واش تزوجت بك باش نجي نلقى ماكلة واجدة نلقى داري نقية وزوينة أولا تزوجت بك باش تخلي الروينة راني كنت غير بوحدي زوفري وكنت كنحنت العيالات نحنتهم لا عماد الله انا شداني شي زواج شداني زواج كنت نعاسه وضربو بخير على غير ما كاش اللي كيفيقني ودابا جيت تزوجت بك نبقى نشق عليك ونبقى ندير لك انا عيت عيت. شوفي انا الخير اللي غندير معاك دابا ياك هو غادي نجمع انا وياك هاد الروينه هادي كامل. شناهو شناهو مالي انا خدامه عندك والله ما نجمعها وزاد بغيتي تجمع عيط لماما كتجمع. والله يعطيني وجهك والله يعطيني وجهك واش انا بقدي وبقامتي قلت لك نعاونك ونجمع معاك وانت ما بغيتيش وذنوبك ذنوبك كاملين ديال امي امي اللي بقات عليا تزوج زوجتني جات لي وحده بحالك دابا نوضي نجمع طيب نجمع نوضي جمعي الدنيا وبعد مني يلا سمعي انت الا جمعتي معايا الدنيا غادي نخرجك وديك الزرقاء تاكل البيتزا اللي كتعجبك. علاش نخرج باش نخرج انا غنوض نجمع الدنيا بوحدي يلاه نجمع نوريك وخليني الناس خليني الناس رجعي لي خليني نجمع هادشي ولا بغا الناس هنايا تي خرجي خليني نجمع راه يبدا المسلسل ديالي شي شويه الضو انا غنقطعو الطراب ونطلع فوق نحيد لك الطرس لا صافي انا نوض نجمع يلاه نوض انتوا انا مالي ليش تزوجت انا ما بغيتش نتزوج اصلا انا بغا نبقى ناكل ونعس اخ ما شارباش يا الله
راه هذا هو المشكل اختي. انا وحلت وحلت واحد الوحده اللي ما كاينش بحالها. انا خويا راك عارفني ما كنبغيش ندخل في اموركم الشخصيه، ولكن هاد العفن وهاد الوسخ اللي فيه هي ما خصهاش تكون فيه، راه مرا ديال الدار زعما. هو راه هادشي نهار الاول انا هضرت مع الوالده فيه، اجي نقول لك بعدا فين هي الوالده شنو كنصوني لا تليفون طافي. وفايتنا ولات تجلس 10 مي شدوها راه في العروبيه جالسه لك مع رابحه وكليكتها. ايوا خليها تفوش شويه. والله العظيم هي اللي جات معاها الدور مع راسها تخرج وانا وحلاتني وحلت بقيت عارف اختي شنو ندير، بقيت عارف لا شنو غنزيد ولا شنو غنوخر. تلفت وهذا لا ما عندك متلف اخويا، حاولت تهضر معاها حاولت تسيس معاها، هي النهار الاول راه ما كانتش هكا، ما فهمتش كيفاش تبدلات. دابا انا نستنى الوالده منين غتجي. فاطمه الزهراء مرحبا بك. مرحبا بك دابس الله فيك. لاباس ومالك اختي على هاد الحاله وعلى التبهدل؟ كان ما كنتي هكا مالك؟ اوي باش باش تبع لك المسلسل غيبدا دابس عاد. صخر 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 ناكلو شويه الليمون ونتفرج تفرج تفرج. تلقى الشكل لهنا دوري الشكل لهنا تطلقي دوري على راجلك باه يهضر معاك الصقعه غتبقاي تجيبها في راسك دوري تقادي. انت ما كتاكل الليمون وسكتي نتايا يا تيري. انا راه ناكل الليمون انت اللي غتاكل الحنطل على هاد الفعيل ديالك. اش شريفه اش شريفه اه غتجمعي معايا راسك ما غتجمعيش معايا راسك غتشوفي من عندي شي حاجه ما غتعجبكش. اختي هذا مالو مع سمير وانا كادي الله يستر. شوف راه طالع لي الدم انا خويا باغا نشط نضحك وناكل رحم الله. شوف نقول لك واحد الحاجه خليني منها هاد الليله او بدا بدا سكتي المراه راه كتفهم المراه خويا. شوفي عاود نقول لك مره اخرى جمعي راسك وجمعي دارك. ما داري مشيت داري راه مجموعه. لا مجموعه شكون اللي جمعها؟ انا اختي والله الا انا وليت نشقى نصبن نطيب وكلشي وليت كنديرو انا راه انا ايوا قتلها لا ما خويا ولا مراه واختي نديرو لي العكر وطاب ليا ونزيدو. فاطمه الزهراء ايوا سمعتي معصبه ومريضه. لا ما مريضاش اختي، ملي نشوف خويا ولا يدير يدي في الماء بحال العيالات ما يعجبنيش الحال. في الاول جيت من صفك ولكن دابا لا عادي الرجاله راه يصبنو ويطيبو وكلشي يديرو مالو عادي. ايوا صافي لبسها كوستيم وخليها تخدم. هاك كولي 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 هذا مالو رقيه راه خاصنا نديرو ليه شويه الرقيه. اش غديري ليه الرقيه الصقعه؟ راني قلبي عليك والله يا امك وبقاي ديري هاد الفعيل وهاد الخنز وهاد الحاله اللي فيها انت كنتي هكا انت نهار جينا واحد الحاجه ما تكونش هذيك اللي كان معاها قبل ما يتزوج بيا ساحره لي. ايوا قيله تكون ساحره لي او قيله ساحره لي بجوج تبادلوا ما تكونش ساحره لي بسميت اختو. الله يا خيت الله ما جلست في القطب الشمالي اختي كي البرد 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 لبست 4 سراول وخمسه تريكوات والبيجاما وجا فيه البرد وسبعه تقاشر. ايوا انت راه ما بقيتيش بنادم وليتي فران ديال الحومه. شوفي غنقول لك جوج كلمات راك عزيزه عليا. اها هو اللي غنقولوا لك دابا ويلي راه تي عزيزه عليا صراحه تي عزيزه عليا وليك الحديد تبهديله ودا هاد التسطي ديالك راه كد ما بقيتي هكا السرعه غيشبع لك المراه. انا نقولها لك اولي اللي جمع لي المراه. الراجل ملي كيلقى المراه مفلسه كيضربها بمراه اخرى. بغيتي سيري راه ما يقدش ما يقدش يديرها راه عارفه انا راسي كيبغيني. وهذه اللي كتفرجي فيها ما مجوش عليها كيفاش؟ وهذه اللي هاد المسلسل ما مجوش عليها ولكن صاحبتي هذاك راه فيلم. وفيلم وانت انت راه تعيشي نفس الفيلم اللي ما جمعتيش راسك وتوقتي. واش عرفتي غيتزوج عليا؟ ايوا باش عرفتها ورا السيد بدا يلمح ليا. شناهو بدا يلمح لك؟ ايوا هي لا توقتي وبيني حنت يديك وريها علاش قاده. ناري اختي عاد كيديرها بصح ويخليني والله تنتصطى بالله وانا راه كنبغي. هذيك الساعه اختي تصطاي ولا موتي فين غادي تسوق لك؟ وجمعي راسك وتوقدي ورجعي كي كنتي. ناري اختي دابا قولي لي الله يسر عليك اختي قولي لي شنو ندير؟ ايوا دابا مزيان غتولي تدفع لي المسلسلات التركيه اللي خرجوا هاد الحلقه. هاد الحلقه ما كاينش هاد الحلقه. هاد الحلقه راه هي اللي غتولي الحلقه الاخيره ديال حياتك الا ما توقفتيش. وغادي تشمر على درعانك وغطوطكي بها الدار ودير شي مسمنات باش يجي في العشيه ويتصدم. وزعما كاينه بحال ما هكا ما غيتزوجش عليا. اقرب وسيله اللي كيسب قلب الرجل هي معدته وخلاوها هو هي اللي توقفتي. عرفتي شديري؟ صافي كوني هانية. صافي صافي كوني هانية. كلمات عيالات. عرفتي اش غادا ندير؟ غادا نوض ونجمع داري ونطيب لي مسمن وغنتهلا فيه وغادي تصدم لي يومها.
الله يا خيتي شحال فاجيتي عليا بهذا الهضره. شتي لا صافي ملي هضرتي معايا بحال هكا اختي والقضيه فيها الزواج. لا لا اختي انا ما قاداش يجب عليا المراه والله تيهزوني السبيطار كوما. وانا عارفك حبيبه ديالي ونوضيت كاع هادي يلاه وغادي نوض دابا. ايوا غادي نوض دابا نعجل لي المسمن ونعجل لي البطبوط. هالنشاط 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 يا حليل اللي سعدي وفرحي بعدا توكدات هاد الفيديو هذا ونحيي بعض المقاطع لان طريقه عجن المسمن راه معروفه. كنجمعوا العجينه وكنجلكوها جيدا. العجينه خاصها تكون رطبه ولكن اختي اختي راكي ناسي شي حاجه. ها انت راك ما بغات تجمع لي هذا الشيء. هذا خاصها تكون عجينه رطبه ومدلوكه مزيان كيف ما كتشاهدوا. يا ربي انا شنو درت معايا تبارك الله على الحاجه في نص المسمن. اه يا ناري هذا راه بغرير ماشي مسمن. ويلي دايره اليوتيوب وشتي ما كتعرفيش تعجني حتى المسمن. واختي اش غندير راه كاع الحال اش يمديني نفسك على شاف فهاد اللحظه غندير عليك طلاق الثلاث ونحلف عليها بالعشرة. اختي راه ما خليتش ما درت لها العجينه وغنيت ليها ونقزت ليها شطحت ليها درت لها الخميره زدت دقيق زدت دقيق كتفور زدت الخميره كتجمع ما كتبغيش تجمع ليا. درت لها درت لها الفرصه وثاني تشتات ليا درت لها الما فاضت ليا. اش غندير ودير لك ودير خويا اللي خداك نهار الاول. اش غنقول لك اختي عييت عايرت غوت صح. واختي هاتي شوفي انا شنو درت. شوفي شوفي صافي عسيري تجلسي انا غنبقى معها حتى غنجمعها. شوفي انا نقول لك نصيحة دابا هاد العجينه هادي راه حسو احسن ما بالي ما يتلبق فيها. ما يستر محسيد الله يستر مغيارة. واش غادي تشوفي واش غادي نجمعها ولا ما غاديش نجمعها. والله حتى نجمع انا نزيد فيها شويه الماء غنجمع. ارحم لك الوالدين تجمعي لي ما تشولينيش معاهم. عبد الغفور حل حل لي الطواليط الله يسر لك ندخل. ماك حياتك انت كنتي محاربه؟ لا لا ما محاربه ما والو. وفين كنتي صراحه؟ اكس باغا ندير لك واحد المفاجاه ونصايب لك المسمن وسميتو الساعه تبعت واحد خيطنا في اليوتيوب وصفه الله وما عرفت المقادير ماشي هما دوك ما صدقاتش ليا. راه انت اللي ماشي هي هذيك. كون كنتي انت هي هذيك كنا اصلا نهار شي نظام داركم جيت عرفتي تعيشني وطيبي واي حاجه ديريها. ياك دابا حيت بغيت ندير لك مفاجاه. شوف حالتك كي ولات. شوفي وزيدوا داك الضايع ديال الدقيق خلي انا العجن. ولا اصلا الا بغيتي تكون حادك خاصك تعمر. ياك هذوك راه عالم هاد الحداد. ودخلي غسلي هاد الحاله شويه شعل لي الضو كنخاف من الظلم. ياك ما دخل له غسل لك. لا لا ما غسل بوحدي. يلا سيري 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 دخل دخل بس نزوج المرا وانا متزوج بخراجه خراجه وحده خامجه ما تعرف دير حتى حاجه مقاده في حياتها. بشويه على الماء هادي من المراه بناتنا. خويا تي سيري كيفاش دايره حالتها؟ اويلي غسكت ماشي انا جيت هضرت معاها كي الناس ووصيتها وقلت لها راه لبقيت على هاد الخماج راه غيبدلك. ايوا قالت لي شوفي انا دابا غنتوقد وغنوريك حنه يدي. وراه وراتك واش لقيت وجهها بالي وجهها عامر عجينه وهنا وكل عجينه. قالت لك حقه محقه بغيت نجرب وصفه ومولات مخموجه. وراه هي اللي مخموجه والمصيبه الصغار عرفتي الكوزينه كردات حالتها. شوف بيجامتي شوف كل اللي كنقطر باغا غنوض نبدل حالتي. والله اختي انا عييت بالله راني مشيت عند الوالده وهضرت معاه ولا بغات تسمع ليا. شوف اخويا غنجيك الصراحه الوالده ما عندك فاش تلوم. راه هذا هو الزواج راه داير بحال القمر انت وزهرك. ورا ما عندي الزهر. شفتي كون عندي الزهر كاع ما نتلاقى مع وحده بحال ما هادي. دابا اختي انا راني عييت والوالده مبغاش توصل معايا الحل. راني واقف عليك وبغيت شي حل. ايوا اش غنقول لك كاين اخويا واحد الحل الا ساعفتيني فيه. اما هو ماشي سوقك في اما هو ياك انت بغيتي غير الحل. انا بغيت الحل. بغيتي حل يرضيك ويرضي الجميع. والله يا ودي انا ما كرهتش ما كرهتش راه عباد الله كون هاد الحل هذا زوين كون درتو كون راني مشحال هادي وانا متبع. ايوا صافي اخويا انت بقى غتشوف وسكت وكلشي عليا وراه غيعجبك ان شاء الله وغيعطي النتيجه ونتمنى. ايوا سير انا من دابا غنبدا. بغيت ناكل شي حاجه فيا الجوع. صافي انا غندوز واحد لابيل ونوض نوجد خويا ميا. صافي يلا انا مشيت الصالون. صافي
فاطمة الزهرة. نعم. حلي معاك الباب عافاك. حلي الباب جيب لي الدنيا طيب العشاء. اهلا اهلا اهلا. صافا ماما؟ الحمد لله. انتي صافا؟ زدتي مبارك. الحمد لله صافا لاباس. غير بشويه بشويه حتى الروينه لطيحه يا اختي. فاطمة الزهرة شكون؟ غير صاحبتي. ايوا اش اخبارك كي درتي مع الطريق؟ ايوا الحمد لله بخير ما تخافيش عليا جيت في طوموبيلتي ما عندي مناش نتمحل. عارفه اللي كاين. ايوا شنو بالك في داك الموضوع اللي دويت معاك في التليفون؟ عرفتي بقيت كنفكر وحيت انت عزيزه عليا وحتى عبدو راه حنا قرانا مجموعين. ويا داكشي اللي كاين. ايوا وملي كنشوف الحاله ديال مرتو كنشوف هاد الدار وهاد الروينه وكيفاش عايشين وماشي النيفو ديالكم. ايوا ما بقيت غير موافق. يا دابا انت قابله تزوجي بخويا؟ قابله اختي. ايوا الحمد لله هنيت راه دار معايا كاع الحلول وما بغاتش تحشم اللهم يتزوج عليها. ايوا الشرع طهربها انا عبدو كنعرفو على كاك ما بقيتش اللي نقول لكم لا وني حتى تكملي دينك داكشي اللي كاين برت ياك. ايوا اش غديري هادشي اللي بغات الوقت وصافي. ويا داكشي اللي كاين. ايوا اش كتعاودي نتيا؟ انا والو اختي غير المشاكل ديال خويا راك عارفه اما كنا عايشه حياتي وما غادي نمشي من هنا تنتهنى عليه. كوني هانيه ملي غنجي انا ان شاء الله غتكوني هانيه وغتشوفي حياتك حتى نتيا. داكشي اللي كاين اختي راه عرفتي راه خويا الوحيد اللي عندي وراه كنهز هم اكثر من همي. السلام عليكم. اهلا كبير. هلا مرحبا بك خويا عبد. انت بخير؟ صافا كلشي بخير الحمد لله. سمحي لي لهاد الروينه هذه ما ديرهاش من قرا الصباح. ماشي مشكل انا اصلا راه معرفه قديمه وفاطمه الزهرة كتعاود ليا كلشي يعني بحال عايشه معاكم في الدار. داكشي اللي كاين وراه فراسك راه قابله للزواج ياك. ايوا صراحه حشمت بقيت عارف شنو نقول. ورا عادي تحشم راه تزويجه الثانيه كيطع عليكم السر. المهم راه اختي راه هي عارفه مصلحتي وعارفه بزاف ديال الحوايج احسن مني انا ياك ولا لا؟ داكشي اللي كاين. اوكي قلت لي مصلحتك هي انك تزوج اش بغى يبقى يدير بمعفونه؟ داكشي اللي كاين. نتوما الدار الكبيره علاش انا وافقت؟ ايوا ان شاء الله ما يكون الخير. صافي فيها خير. يوما نخرجوا مجموعين ان شاء الله نتعشاو الا بغيتو. اه اكيد وني تجلس انت وياه شويه وتهضروا راك عارف الحياه قدام. وصلت شحال هادي ما بقيت عقلتي نهار فلافاك فاش داك الاستاذ ديتي درتي لي داك الجباد هكا راه شي راه شكون جاب الجباد؟ ما قلتي انت اللي صايبتي وجدتي ليا. اليوم غنصايب لي واحد القهوه معطره بالعطريه كما كيقولوا ماليها غتعجبو وديك الساعه ندور عليه تما كي ما يتزوجش عليا. ناري باينه غايشربها غياكل على صبعي غيبقى يطلبني ديما نصايبيه غير نتاكد. عبد الغفور عرفتي صايبت لك احسن قهوه معطره غادي تدق في حياتك. ما عمرك كتبقى تمشي للقهوه ولا تشرب القهوه في القهوه غتبقى ديما تجي تقول لي اسما صايبت لي ديك القهوه. وعلى سلامتي منين توقدتي او قررتي انك تصاوب لي هاد القهوه هادي صافي دابا نتيا. عبد الغفور بغيت نهضر معاك فواحد الموضوع. نعم دابا انت صاوبتي لي قهوه حيت بغيتي شي حاجه؟ لا لا والله ما بغيت شي حاجه. لا 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 خليك خليك بغيت غير نسولك. نعم. شكون هي ديك البنت اللي كانت جالسه معاكم هذاك النهار؟ شوف ما كاين ما نخبي عليك نتيا مراتي انا هذيك البنت كنت بغيت نتزوج بها وفهمتي كنعرفها من شحال هذا قديم ولاني شفتي دابا ملي شفتك حدا كيتي وطيبتي لي قهيوه وبغيتي تهلاي فيا انا لالا صافي مبقيتش غنتزوج بها. بصح عبد الغفور صافي انا نبقى نتزوج بك انت ودابا فرحتيني ومن اليوم انا غادي ندير كاع داكشي اللي بغيتي وغادي نولي كنلبس مزيان ونتهلا في راسي ونطيب لك الماكله ونصيب. مالك عبد الغفور؟ عيك ما وحلاتي اش
شنو هو الشيء طيبتي لي انا شنو هو؟ قهوه معطره. بس طيبتي القهوه معطره. والو شديت القهوه ودرت لك فيها العطريه كما كتقولوا قهوه معطره بالعطريه. واش انتيا مكلخه؟ واش انتيا ما عندكش عقل؟ علاش غادي تخفر واش ما عجبتكش؟ ماشي مشكله نمشي نكفحها ونصايب لك وحده اخرى. ياك ياك انا غير غادي نخوي لك فم راسك. علاش شنو درت ليك؟ انتيا اصلا مخموجه، انتيا مره موسخه، انتيا ما تستاهليش تزوجي شي اللي بحالك. اللي بحالك سر ما يبقاو في طارو ديال الزبل، اللي بحالك انتيا سر ما يبقاو في خلا، اللي بحالك انتيا ما خاصهمش يتزوجوا. مرا كي دايره معفونه، حتى حاجه فيك ما زوينه، حتى شي حاجه فيك ما كتحمر الوجه. انا ندمت على النهار الاول اللي تزوجت بك، كون عرفتك هكا كاع ما كنتزوج بك كاع اصلا. ولكن ماشي مشكل، مولي وحلتنا وانا غادي نفكها. الا بقيتي معايا في الدار دابا راه ماشي راجل، غتبقاي تزيدي معايا دقيقه واحده في الدار مسخه معفونه. بو. لا ما تخبي دموعك راني شفته. مالك؟ عرفتي اول مره كنسمع الثقيل في الدار، واول مره دوك الافلام المكسيكيه الحامضين كنلقاهم طيبين، يعني شي حاجه قيساك. مش بصح اختي انا معفونه، انا مزيانه شي للدرجه. مش بصح هادشي اللي داز عليا نسال. شوفي انتي ماشي ما مزياناش، انتي فريم معفونه ومهمله. الراجل راه ما كيبغيش المراه المعفونه واللي هامله راسها وهامله. واش نسال هادشي كله؟ هو جرحني وهرسني، كيفاش نقدر ننسى هادشي كله؟ ما تقوليش هكا، راه حتى انتي خصك تفكري لداكشي اللي دوزتي عليه. شوفي الدنيا كي كانت وحالتك، واش كان عاجبك هاد الحال اللي انت فيه؟ واش كان عاجبك؟ واش الداخل ديالك كان عاجبو؟ ما تكونيش عاجبك الحال. اختي انا بصح مهمله ويمكن فيها بزاف ديال الاخطاء، ولكن هادشي ما كيعنيش داكشي كامل اللي دار ليا. بصح هادشي كامل ما كتستاهليش، والمراه راه بحال شي ورقه رهيفه ما خصهاش اللي جاي يقطعها. ولكن راه مزيانه لك هاد النغزه اللي نغزك، فيقاتك وخلات الدمعات يطيحوا والافلام يتسدوا والضمير يفيق. ياك غتكوني احسن ان شاء الله، خاصك انت تكوني قويه وترجعي كيف ما كنتي، والدار نوليو نشمو فيها ماشي غير ريحه النقا، حتى ريحه السعاده والفرح، وترجعوا كوبي زوين كيف ما كنتو نهار الاول. كنضمن شخصي لا والله الا تبدلتي ان شاء الله غيكون غير الخير. عطي فرصه لراسك وليه، الا تبدلتي شوفي واش هو غيتبدل معاك. انا متاكده غيتبدل، خليني نتفكر. باش هادشي لا قبل عبد الله هذيك الغوباشه الصلعه غنسالي من المعفونه للمغوشه. خويا واش هادي الاسم ولا كبرتي؟ هي هادي مش حميها ولا حميها.
واش سبب هاد اللبس هذا؟ ملي غنسالي خارجه مع صحاباتي. صحاباتي يبا اختي فاطمه الزهراء تبارك الله عليك بعدا وجدتي لي هذا الشيء عارفاني كتعجبني انا باكر. هو خويا راه ماشي انا اللي وجدته. وكون اسمع هذا مصطفى حق الله هو من الحاله يبالك لما انت طيب هادشي كامل والله عجبني وصبصح حفل المصاري فهي صافي تبقى تحلفنا على والو وما فكرت نخبي علينا هادشي كامل من ولدينا بحال هكا. شوف انا عارف راسي غلطت معاك وعايرتك ولكن هذيك معيولة عايشك راه مصلحتك هانتي شوفي تبارك الله دابا شو طبنا كي ولاد متشوكلة ولابسك تبارك الله مقاد وكلشي ديالك زوين يا سمحي لي وصافي. شوفي انا عارفك عايش مقلقة راه ما كاين لا زواج لا والو هذاك راه درنا غير قارب انا وفاطمة الزهراء بيناتنا بهذا الشهر بصح والله ما كاين شي حاجة بصح اختي بصح دابا ما تزوجش عليا ما تزوج ما والو درنا غير بالعاني باش انت هي توقف والحمد لله جات النتيجه يعني داكشي كامل ما كاين منه والو ما كاين حتى شي حاجه نار عرفتي فرحت انا نتفرج بالمسلسل ديالي عرفتي ديالي فيلم وصافي تمي ما راسك خليتيني نبغيك.